حرب غزة تخطت العام. لم يكن يتوقع أحد هذا المصير والمسار. منذ أشهر تخرج التقارير الدولية تحذر من شبح مجاعة وشيكة تحلق في الأنحاء، غير أن الوضع القاتم ظل على ما هو عليه، بل ازداد قتامة بمرور الوقت دون أن يتغير شيء على الأرض. نداءات دولية وإقليمية لا تجد أمامها إلا رجع الصدى ليس أكثر. كنتيجة للاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة ولبنان، تستضيف المملكة العربية السعودية الاثنين القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي في ظل توقعات بالتوصل لنتائج إيجابية في لبنان بقيادة أموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبدعم من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في الوقت الذي يشهد تخوفات متزايدة داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل من تأثيرات سلبية وانعكاسات خطيرة لاستمرار الحرب على إسرائيل. غزة أيضاً لا يمكن أن تغيب عن طاولة أي مفاوضات. القمة سوف تتطرق بطبيعة الحال للقرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن عمل الأونروا في فلسطين ومنعها من ممارسة دورها المهم في الوقت الذي تنظر فيه جامعة الدول العربية للقمة كفرصة للحشد العربي والإسلامي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. آمال عريضة تحيط بالقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في ظل حضور الممثل العام للأونروا بالقمة، باعتبارها نقطة ضغط على إسرائيل دولياً لوقف سياسة التجويع ضد الفلسطينيين. هل تنجح القمة في إنجاز مخرجات تدفع بمفاوضات إنهاء حربي غزة ولبنان للأمام؟